السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في الحلقة الثانية من لعبة دينكم، لعبة مزرعة وبقاء في جزيرة. واليوم إن شاء الله بإذن الله عندنا مهام لازم نسويها، خلينا نبدأ اللعبة بسم الله. طيب اولا خلينا نشيل النار اللي هنا، عدنان ضحك علي المره اللي فاتت حرقتني، فخلينا نشيل مكانه من هنا نحطه مثلا هنا، هنا لا تحرق احد ولا اقوم اول ما اطلع من البيت على طول احصر النار في وجهي تذبحني. تمام، ايش المهام حقتي؟ اني اسوي مهام لجون، تقول لي اقنع جون انه يجي عندك. خلينا اول شيء اروح كم عندي احنا شوف هذه العمله حقت هذه حق الرخصه عشان اجيب رخصه، تيجي العمله هذه لما اسوي المهام، لما اخذ مايلستون من هنا تيجي العمله منها، غير الفلوس. الفلوس هنا شوفوها، الفلوس هنا العمله عندي 609. فيقول لي بيع لجون ايتمات ومهام اليوميه، هذه المهام اليوميه عندي اني اصرف 1000 واني اجمع كم 3 حشرات واني اسوي 3 ايتمز. خلينا نروح نجمع الحشرات، شايفين حشرات؟ انا ماني شايف اي حشره. خلينا منها نسوي مهام يوميه، واكتشفت انه جون يدفع فلوس في ايوه شوف 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 واحده هنا، تعال تعال يا حلوه، تعال 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 اوبا طيب اخذنا واحده يدفع فيها فلوس كثيره. فخلينا نقعد نصيد ونجيب ايش، شوف هناك في فراشه ثانيه، ونحاول نسوي 3 ايتمات في الكرافتنج. يلا جينا هنا عند فراشة الثالث، تعالي 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 يا سلام، بقينا واحدة فراشة ونغلق المهمة حقت اليوم. شوف هنا في كمان فراشة، ممتاز، رائع 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 رائع. شوف هنا في شجر غريب، شجر اوف اوف اوف، تعالي يا سلام. 235 ما تسوي لنا ايش؟ ما تسوي لنا ما تدينا الرخصة، اقل رخصة 250. فخليني اجمع بعض الحجار كمان عشان ابيعها لجون. ايوه طيب ايش هالتمساح؟ المشكلة والله يبغالي اجيب اشياء اضرب فيها التمساح، لازم اجيب اشياء اقدر اخذ فيها الحيوانات اضربها واكل لحمها. حلو ممتاز. هنا ايش فيه؟ هنا في ورود، اي شيء في الحياة اشيله، اي شيء. والله في سمك رهيب، شايفين السمك كيف؟ وش اللي شايف في البحر هذا؟ شايفينه؟ اكتشف عظام عظام عظام. حلو تمام تمام حلو ممتاز. هنا وهذا كنغر، هنا ايش هذا؟ يمكن نحتاجه في السماد. يلا هنا في كمان واحدة فراشة، صيد الفراشات يشتريها مني جون بفلوس، يدفع فلوس كثيرة والله عشان الفراشة. تعال تعالي انت، ايش بهذه؟ والله غلقناها تغليق. حلو طيب شوف في حركة عشان البيت حقك لو ضيعته تأشر عليه كذا وتقول له خلاص، فيجي يبان البيت انك انت والله هنا بيتك. شوف بيتي مو بعيد هنا. والله يبغى لي اجيب كمان، انا عندي الاستامينا باقي استامينا، خليني اجيب تين اور، احس التين اور مره مهم، واخليه يشتغل في الصحاره لانه الصحاره يطول. وهنا والله في مليان نحاس، بس خلينا نحن نركز على التين دحين لانه اظنه مهم. ابغى اسوي صندوق، قال لي والله انا المشكله حتى الرخصه حقت اني اكسر الشجر ما اخذتها، فكمان ابغى اجيب الرخصه حق الشجر. بس خليني اكسر، لو تلاحظوا انه المعول بيتكسر، المعول شايفينه بيتكسر، لكن خلينا، والمشكله غالي سعره 1200. شوف بيتكسر، باقي له شويه ويتكسر، اظن لو حطيناه على النحاس حيتكسر. ها هنا حلو، حيتكسر ولا مين اللي كسر اول؟ مين كسر؟ والله استحمل استحمل. حلو هنا مع الحجر هذا حيتكسر. يلا عاش عاش معانا. هنا خلاص اتكسر. اوه ايش اخذت؟ مهم اخذت جائزة. لحظة افتح الكتاب. اوه اذا اتكسرت الايتمات تاخذ كمان، يا سلام. اروح اشتري لي رخصة، اشتري رخصة اني اكسر الشجر. يلا نروح نرجع البيت، نرجع البيت. العالم جميل، العالم روعة بصراحة، هنا العالم روعة، مرة مبسوط من العالم، اللعبة خطيرة. ابغى اشتري ايش عندي؟ 200 ما اقدر اشتري، واشتري والله حق الهانتنج مهم. لا خليني اشتري حق الشجر، اكسر الشجر لانه في اشياء كثيره. شوف 250 دحين اقدر اكسر الشجر. لو تلاحظ دحين ايش في اشياء ابغى اسوي مثلا؟ اوه شوف المسامير، لا قال لي لازم تسوي 3 اشياء. خلينا المسامير اسوي لك كرافتنج. حلو ممتاز، قال لي تسوي 3 اشياء واسوي طريق. والله يبغى الصحارة ايش تحتاج؟ تحتاج كام فاير، وتحتاج تين اور، وتحتاج صحارة مهمة، نسوي صحارتين.
خلينا نسوي الطريق. يا سلام غلقنا المهمة الثانية، فصرنا مهمتين يومية غلقناها، بقينا نصرف 1000. أكيد حنصرف، نروح لجون دحين نبيع له الأشياء ونشوف هو إيش يبغى أصلاً. هو إيش يبغى؟ أنا أبغى خليني أبيع له أول شيء. عندي فراش يعجبك، أنت تموت في الفراش، أعرفك تموت في الفراش. يلا يلا خذ فراش. كم تعطيني؟ شوف 2000 يا سلام عليك. هات هات يا سلام، حلو حلو. ابغى اشتري منك هذا الفاس حق الشجر، لانه دحين اقدر اكسر الشجر. هات هات هات، ادفع. ممتاز ممتاز، حلو حلو. طيب يا جون ايش تبغى؟ ابغى مهمة انا لازم اديها. ايش تبغى انت؟ ايوه عندي. يبغى 2 مانجروف ستيك. من فين اجيب هالمانجروف ستيك هذه؟ طيب اجيب لك مانجروف. يقول لي اداني مهمه اني اجيب له مانجروف. شوف المهمه هنا فين التاسك ريكويست مانجروف ستيك. من فين اجيب له المانجروف ستيك هذه؟ فري بلندي. طيب طيب خليني اشوف، اروح ادور له على الستيك حقته هذه ومنها نكتشف. خلينا لسه فين التين اور هنا؟ ايوه تين اور، احسه مهم انه ايوه طلع تين اور. انا ما عندي فلوس كمان، ما عندي فلوس اشتري 1700 الا ايش بي انا اشتري كمان بيك اكس. البيك اكس حق تكسر، يمكن حصل تين في الطريق. هات هات، ممتاز حلو. يلا خليني اروح ادور له الشجر اللي يبغاه، الشجر اللي يبغاه. تمام غلقنا ترى كل المهام اليومية، المهام اليومية 3 غلقناها، اخذنا 100 رخصة، 60 رخصة، 30 رخصة. حلو 215 ما تسوي لي شيء. فخليني انا خليني ارتب الاشياء، احط هذه 1 وهذه 2. ايوه ممتاز. طيب من فين اجيب له المانجروف ستيك هذه؟ هذه ما تكسر، هذه اذا كسرناها تعطي لك لوج عادي. اوف والاستمنة بتغلق، لازم انام. مشكلة مشكلة. الحين حتروح المهمة. يلا 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 خذها، بس خذها. اوه خليها تنشر، نحن بنروح ننام. انشري، خليها اروح انام، خليها اروح انام. اداني شيء هو صح؟ لا ما اداني ولا شيء. طيب يلا اروح نام نام نام. يلا نهاية اليوم. كم يعني حتى المايننج كم ليفل كم وصلنا؟ اوه المايننج ليفل 4. حلو 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 حلو. يلا تمام تمام اوكي. دحين اليوم السادس، دحين حروح الجون حيديني مهمة ثانية غير المهمة اللي اعطاني امس. ايش مهمتك؟ ايش تبغى؟ يبغى ياكل. طيب طيب ممتاز، يبغى ياكل، اجيب له اكل اجيب له اكل. طيب ايش المهمة الثانية؟ اني اطبخ 2 واجمع شل وازرع 4 بذور. عندي فواكه؟ ما عندي والله فواكه، يبغى لي اروح اجيب له فواكه. اوه هنا طلع عندي التن. طيب ايوه احط المعول هنا وهذا هنا واخلي مسامير كذا. يلا خلينا ننطلق ونروح نجيب شيء ياكله. وهذا ليمون هنا، ايوه حلو ممكن ياكل ليمون اصلا. واحدة من المهام انك تشوي فاكهتين، خلينا نشويها عشان ممكن احطها هنا. حلو اشوي، ممتاز. كم اذا شوى 2 تعطينا كم؟ يعدينا 20 بس؟ لا ما تكفي 20، ما تسوي شيء ما تسوي شيء. حلو يلا اشوي، يبغى لي اجمع، يقول لك اجمع صدف عند البحر. حلو هنا ما في شيء يجمع. او دولار، هذا الدولار ما نعرف ايش يسوي. صدفات، يبغون اجمع كم صدفه؟ حلو والله جمعنا. كم جبنا النقاط؟ 200. حلو ممكن نشتري حق ادوات الصيد، ممكن نسوي ادوات الصيد. الحين نرجع للعجوز ونقول لها ادينا رخصه الصيد عشان نقدر نصيد. يلا كل المهام اليوميه تقريبا سوينا. ايوه حلو، خذ الفاكهه. ايش بو؟ يلا ايوه اديني حق الصيد. 250 يا سلام، ممتاز. اخذنا حق اوف، انفتحت لنا اشياء. اوه
حلو حلو حلو، خليني اشوف في رمح، اسوي رمح، اقدر اسوي رمح، اقدر اسوي رمح كرافت حبيبي كرافت. ايه ونقدر نضارب دحين التماسيح والحيوانات. هذا الطريق ابى اسوي الطريق. عجبني ترى الشغل هذا انا. هذا السفينة هنا ما يجي هنا. طيب يعني نودي طريق كذا وطريق هنا وهنا نحطه كمان. يا سلام، خلينا نعبد حركات حركات. يلا غلق. طيب يلا خليني اروح ادور على شيء اقدر اصيده. هذا الحمام ما يتاكل. يلا يلا نطلع هناك ونروح. الجزيرة كبيرة، ما ادري ما في وسيلة الواحد بعدين. اوف نعم نعم، رهيب رهيب. تعال يا نعام، تعال يا حبيبي تعال، شكلها مليانة لحم، لحم النعام. ما تعرف لحم النعام؟ والله تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي. ليه تروحي؟ تعالي 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 من هنا. اوف اوف، والله بس قوية ما تموت بسرعة. بس احلى شيء ما تشرد. ايش بيصير فيها؟ اوه شوف اللحم قديش خطير. اوه شوف هذا الشجر، هذا الشجر مطلوب، صدق مطلوب مطلوب. لما كنت بسوي صندوق يقول لي ابغى بلانك من هذه الشجره. خلينا نجمع نجمع. حلو، ايش اخذنا كمان؟ اخذنا بذره. انا ما عارف البذور كيف اقدر ازرعها. حلو، ناخذ هذا الخشب كمان. في فراشه هنا، شايف فراشه، وفي هناك تن اور. حلو، انا يعجبني الشغل هذا. كل شيء جنبنا، كل شيء في جنبنا. الواحد والله يبني بيته هنا قريب. حلو، هنا تعالي. ايوه حلو ممتاز. يلا هنا ناخذ وفين هنا التن، شايفين التن؟ يا سلام، احسه مره مهم التن دحين، معظم الاشياء مطلوب منها تن. حلو يلا ناخذ. والشجر كمان هذا نكسره، تكسر. اشوف البالم تري، هذا شجر النخيل اظن. لما قعدت بسوي الصندوق يقول لي يبغى لي من هذا الشجر، ففرصة ان حصلناه. حلو ممتاز ممتاز. ايش في شيء ثاني هناك؟ اوه تن 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 اور. والله اللعبة خطيرة. ايش هناك؟ كأنه في شيء عجيب. خلينا بس اكسر هذه، اكسر هذه واروح اشوف ايش في هذا الصندوق، ايش فيها؟ اح اوب اب. ايش هذا؟ فيها هوت سلندر وايرهات واشياء عجيبة، اشياء عجيبة غريبة. ايه هذا؟ ايش هذا؟ يلا خذوا بس بينفع، يمكن ينفع سماد بعدين ولا شيء. اوف تعال تعال، انا التمساح هذا من اول بقتله. والله يضرب، والله يعور لما يفتح فمه بعد. ها ها ليه 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 رميته؟ تعال 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 هنا انت، يبغى بعد عنه فتح فمه. ايه وديله وديله. اب 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 اب، والله حقتلني حقتلني شكله. تعال كذا كذا، لازم انا حكيت عليك. اب ايوه تقول واو. موت موت. ايوه ايش يطلع منه؟ ايش يطلع منه؟ يا لحم واسنان وعظام واشياء. والله بس اتعدمت، شوف الهيت بوينت حقي كيف. لو اكلت الاكل ما يصير شيء. ايوه كل انت وامي نص اكلك برا وتقول لك بتاكل. والله زادت الحياه شويه. عندي لحم نعام، لحم نعام شايفينه؟ شوف لحم نعام، يبغى لي اطبخ لحم نعام هنا حيطلع لي رهيب. يلا اطبخ 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 اللحم. طيب خليه هنا، ما جبنا جبنا اور اور، جبنا نحط الاور هنا. ايوه نحط كمان هنا، نجيب فين الخشب حق البالمود هذا؟ شوف هذا حسيته انه مطلوب، مطلوب في الصندوق، كنت بسوي صندوق. ايوه انشر يا حبيبي انشر انشر. ايش اللحمه ذيك اللي لسه تنشوي قد كذا؟ هذه مره طويله. هذه يبغى لها، لو سوينا مندي كنا. وشوف خطير لما يمتلي خلاص يحول لك اياه صندوق. يا سلام، اخذت 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 ايش انه نشرنا. شوف هذه كلها اشياء اخذتها وانا ما يداري. واو جمع جمع يا حبيبي. هذا ايش لما انضرب؟ اخذ. حلو، لا لا لازم افتح افتح كمان شيء جديد هنا كمان. اوه لازم افتح الفيشنج ولا شيء ثاني. حلو، خذ 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 هذه. ايوه اخذت الخشب. هذه اللحمه قديش كبرى؟ طيب اطبخ اللحمه اللي بعدها. والله قاعده مده حتى انطبخت.
يا سلام اطبخها قبل ما اروح الجون. يا اخي ترى في زراعه شعر، يعني ممكن تزرع شعرك يعني، ما هو عيب، ما هو عيب. طيب ايش ابغى؟ ايش تبغى؟ جبت لك الاكل، جبت لك اكل، ها خذ الاكل. والله جبت لك نعامه تاكلها وتقول ادعي لي، بس ادعي لي. والله انبسط انبسط. ايش اداني؟ اداني اوه انا ماشي حافي اول. حلو حلو، تعال 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 تعال. فين 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 انا حاطه لي؟ مو كانه اداني شوز؟ ما انا شايف الشوز. يشوفوا الشوز هنا، انا قاعد ادور عليه. اوكي والله شوز محترم. طيب يلا تجي، ما تجي عندنا، ما تجي عندنا. شوف انا غلقت واحده من مهماته، انا ابغى دحين اقنعه، يمكن لسه عدي له مهمه ثانيه. شكله لازم اليوم الثاني يجي عشان ايش؟ عشان يديني مهمه. اظن احنا كذا نوقف فيه وناخذ الاكل كله. خبط خبط، ايوه كذا، هذا اكلها مو زي الفواكه ياكلها بال. طيب خليني قبل ما انام اروح اجمع شويه حجار، شويه تن اور. احس التن اور مهم جدا ان الواحد يجمعه، يعني شوف طلع حتى بالحجار يطلع منه تن اور ويطلع منه ممتاز. خلينا ننظف المنطقه اللي حوالينا هنا، في فراشه هنا خلينا نصيدها. يلا يا انت مبسوط بشكلك هذا، الله لك ابدا. هذا ايش فيه؟ ليمون 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 ليمون. والله امتلت الشنطه، لازم اسوي لي صندوق صح؟ اظن انه وجب انه يصير عندي صندوق. طب خلينا اول شيء انام، والصباح رباح، انام والصباح رباح. يلا نام نام. طيب خلينا نروح، هذا جون ما غلقنا المهمه حقته، لازم نغلق المهمه. ايش في شيء عندي في الصندوق؟ ايش هذا؟ ايش فليتش ارسلت لي؟ قلت ليش في ايش فيها فليتش؟ ايش عندك؟ حصلت الخشب هذا طايح من فين؟ جابت لي اياه، قال لي طيب. اوه مليان. طب خلينا اول شيء نشوف جون ايش يبغى. يبغى اصيد له بلو مون بترفلاي. ممتاز ممتاز، يبغاني اصيد له بلو. لازم اسوي صندوق، لازم اسوي صندوق. ايش المهام اليوميه كمان اصلا؟ اني كرافت نيو تول. حلو، ايت سمثينج، اكل اي شيء، وكاتش اربع بق، يعني حلو حلو. طيب الصندوق ايش تحتاج؟ تحتاج مسامير، عندي واحد مسمار، واحد خشب. شوف البالم هذا كان شفته موجود، ممتاز ممتاز، هو اثنين. يلا يلا يا الله، كل شيء مليان عندي، لازم ابيع له شيء. يا جون خذ مني الاشياء هذه، شوف الشيل هذه خذها، خذ الصدفات، ماني عارف ايش قلعة اهلها، والدولار هذا خذه كمان، وخذ معاها هذه. انت ما تبغى هذه، يبغى نوع ثاني. ال 4000 ادينا يا حبيبي، ادينا 4000. والله انا شكلي اشتري الجاروف، لازم اشتري الجاروف. حلو، اوف اوف اوف، اخذت لي كمان مايلستون. اوه والله مايلستون كثيره، اني رديت على البريد اني واو. جمع جمع بس جمع. طيب حلو، واني مشيت 5 كيلو كمان. شوف النقاط عندي، نقاط اقدر اطلع فيها تصاريح للصباح. اديني تصريح، اديني تصريح. هذا ابغى اسوي، ايوه اقدر اخذ جاروف، اقدر اخذ جاروف. تمام، جون يبغالي اصيد له فراشه. شايفين فراشات؟ فراشه معينه اسمها بلو مدري ايش. خليه ايش فراشته يبغاها اسمها؟ خلينا نحطها في التاسك، هذه هي ايوه، اسمها بلو مون، بلو مون. ما انا عارف فينها، انتم شايفين فراشات؟ انا ادور على فراشات هنا يمينة ويسارة حتى نحصل الفراشة اللي يبغاها. شوف هناك في فراشة، ان شاء الله هي البلو مون. اوه هي. يلا جيتك يا جون، جيتك يا جون، لازم نحن نقعدك عندنا. خلاص فين تروح انت؟ قاعد في خيمة، خلينا ابني لك بيت محترم وتقعد وتنبسط معانا وامورك التمام التمام. تمام يلا يا جون تعال، يلا خذ هذه، شوفها. يلا يا سلام، ايش اداني هدية؟ اداني 1000. ايش يبغى؟ طيب يلا يلا، قالك بيقعد هنا. يا سلام، يلا تقول لي اروح الفليتش، اقول لها خلاص نحن كذا غلقنا مهمة تاسك، ونجي للعجوز ونقول لها هنا. طيب يلا نسوي. قالت لي اوه عشان نجيب ندفع 75000 وحيكون دين. اوف يلا، بس يستاهل جون. يلا واو، والله ادتني حقته اني ابني له
لا خلي هذه هنا، اني ابني له بيت. والله يا مشكله، خذ خذ حط حط جوتك ال، ابني له بيت بس 75 صار دين على المكان. فين ابني بيته؟ هنا ابني بيته هنا ولا فين؟ ايوه اظن 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 هنا. حلو ممتاز كذا، هذا بيتك يا جون. لازم اوه اظن يحتاج، ايش يحتاج؟ ايش يحتاج؟ بليس ايتم، ايش يحتاج؟ 16 مسمار، عندي 16 مسمار. حلو يلا خذ ال 16 مسمار. تمام، ايش كمان يحتاج؟ ايش يحتاج كمان بليس ايتم؟ يحتاج تن شيت، اظن نجيبها من القطاعه بالتن، نقطع الشيت اثنين. ويحتاج 10 من انا عندي بس 9، بس 9 عندي هنا، عندي بالم، عندي هذا اللوك ثاني، وهذا يحتاج منه 15، انا بس عندي اثنين. طيب خذ هذا، خذ هذا الحين نجيب لك، نجيب لك الباقي. هذا ايش هذا؟ يلا انشر انشر انشر، اشتغل. اوه والله التن اور هناك شغالين، نبغى تنشيت اثنين تنشيت. حلو، بس انا ماني عارف قديش يعني، يبغى لنا شغل، والله يبغى لنا شغل. نبغى نبني البيت حق جون وخلاص، جون يصير عندنا ويترك لنا المكان هذا خلاص. طيب هذا ناخذه كم؟ 8. طيب ناخذ كمان الاثنين اور، الاثنين اور ونحولهم الى شيت. شوف كم هذا، يا سلام صار الالمنيوم هذا. طيب حلو، طيب خلينا نشوف ايش ناقصنا، نشوف ايش ناقصنا. اظن باقي لنا الاشجار حقت ال، حقت فين؟ يلا بليس ايتم، نحط له هذه ونحط له هذه ونقول له يلا. ايش باقي؟ خلينا نشوف ايش باقي. باقي 5 من هذا من الخشب العادي بسيط، وبقي لنا 2 من هذا البلانك. لازم نروح نجيب من البلانك الخشب العادي هذا، نقدر نكسره هنا. نبغى نبغى كثير، نبغى كثير من هذا، كثير. حلو، فين راح الخشب؟ طاح الخشب تحت، طاح تحت. ايش الشجرة العجيبة هذه؟ شجرة غريبة والله، اوف تطول، ما هي قصيرة، ما هي بسيطة. وليه كذا شكلها من تحت من تحت منفوخة ومن فوق نحيفة؟ عجيبة الشجرة هذه، عجيبة ترى. حتى هذا الشجر اللي يبغى لنا، شوف كيف، اوف لا تعال تعال. والله الاستمنة قامت تغلق. اقول لك خلينا ناخذ عفشنا ونروح بوتل تري اسمها. والله بيتنا صار جميل، حلو صح؟ حسوا انه جميل. يلا نام 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 للصباح، ممتاز. يلا قمنا، قمنا اليوم الثاني. نجي عند النشارة هنا ونقول لها خذي يط. ايوه نبغى كم؟ نحن نبغى 2 قلنا، بس حطوا كل اللي لازم. يبغى لنا نشارة ثانية بصراحة، ما تكفي واحدة نشارة صح؟ طيب وانا قاعد انشر المفروض اني احط اللحم مثلا. شايف اللحم اللي عندي هنا حاطه؟ صدق انه كان في مشوي هنا. عندي مهمة اصلا، المهمة اليومية اني اشوي واحد لحم. اوه يلا يلا يلا، غلقنا غلقنا غلقنا، يا سلام. طيب هنا هنا نكسر الشجرة عشان ناخذ منها خشب، لانه اظن 5 اظن تكفينا. خلاص تكفينا، هنا نوصل، نوصل هنا نقول له هذا وهذا. طيب يلا سلام. اوف يقول لك الكونستراكشن لبكره مو دحين. طيب ما عندك مشكله، البكره البكره ناكل اللحم. يلا قوم 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 اوه شوف المتجر. طيب ليه ما انتهى؟ ايش يحتاج؟ صدق انه يحتاج اكثر من يوم. اوه يلا يبغى له شغل، يبغى له شغل. طيب خليه عبال ما يشتغل، نحن نسوي بعض المهام الاشياء. يقول لك سميلت اور وهذا، وخليني ايت سمثينج، تاكل اي شيء وكرافت نيو تول. حلو يا جون، ادينا نشارة خشب ثانيه. حلو ناخذ النشاره، وفين نحطها؟ خلينا نكسر الخشب هذا اللي بجنبها، لان احس انه اول بهدرتنا. يبغى لها، حلو حلو حلو، نحطها هنا وبرضو كذا. يا سلام يصير ننشر على طول، يعني اي تنشير يبغى لنا على طول ننشرها مع بعض. يا سلام اخيرا اخيرا قلق المحل،
الموجود جوا هو ولا ايش؟ ليه كلوز؟ ايه يفتح الساعة 8 اقول لك. حضرته يفتح الساعة 8. طيب خليني اروح اشتري من هنا. والله شوف فضل مكان حقه خاص، حيجينا ضيف جديد. ايش عنده في البريد هنا شيء؟ طيب هذا تديني هدايا، تديني هدايا في البريد. اوكي خلينا نشوف هنا ايش عنده. ابغى رخصة. طيب ابغى اخذ اني اقدر اصيد ولا لو هاردر تو باي مثل خلينا اول شيء اخذ حقة الصيد. صح اخذ حقة الصيد مهمة. وهذا عندي 500 واخذ اني اكتشف المعادن. حلو والله قامت تفتح لي اشياء. هذه 2000 2000 كمان. خمس والله اشياء كثيره يبغى لها. طب عندي 215 ما يكفي، ما يكفي لشيء. طيب هل انفتحت وصفات جديده؟ لا ما في شيء جديد. انا بس هذا لازم اجيبه بصراحه. شوف هذه الدمج حق 4، هذا الدمج حق 3، هذا الدمج حق 8. مره قويه شكلها. يبغى لي بلانك ويبغى لي التن بار. التن مره احسه نادر، مره احسه نادر. يلا الساعه 8 جات، خليني اروح اشوف جون فتح المحل حق. شوف جون تعال تعال حبيبي بصلعتك، هذا تعال سويت لك المحل انا. يا سلام شوف محله محترم، وحتى يبيع موز يبيع خضار. كيف حالك كيف الوضع؟ شوف ايش يبيع، يبيع على طول نحاس و... يا سلام ماين باس وميتال ديتكتور. والله يا جون كبرنا يا جون صح؟ كبرنا. طيب والله ايش هذا كمان تحط الوزن الاشياء يعني. طيب اعزائي المتابعين اظن وصلنا الى نهاية حلقة اليوم، نراكم في الحلقة القادمة ان شاء الله باذن الله، ونقول لكم في امان الله. وعشان انتوا غالين علينا نبكي لما نغلق الحلقة. باي باي. في امان الله.